السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرحم المسلمين المستضعفين في كل مكان. تسمعون الآن في الأخبار بورما أو الرهوانج، هذه الدولة التي تقع بجوار بنغلاديش، بلد مسلم اضطهدوهم البوذ وفعلوا بهم الأعاجيب، قتلوهم، قتلوا الأطفال، النساء، شردوا العوائل، أحرقوا البيوت، هدموا المساجد. يجب علينا كمسلمين أن نعرف بأخوة الإسلام من هو هذا هذا الشعب، من هم هؤلاء الشعب، ومن هو هذا البلد. فأسأل الله أن يرحم حالهم وأن يلطف بهم، ولا إن ألا إن نصر الله قريب. ماذا يجب علي وعليك؟ يجب علي وعليك ونخوك أن ترفع يديك إلى السماء وتدعو لهم، تدعو لهم، لأنهم الله أحد. عموما أترككم مع هذا التقرير البسيط كي تعرفوا من هم بورما أو الرهوانج، وأهم شيء لا تنسونهم من الدعاء. الله يحرمني وإياكم الأجر. تابعوا التقرير. أبكي على أركان هوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم فدعا ربهم مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر إخواننا في وفي بورما وأراكان وميانمار. اللهم انصرهم يا عزيز يا غفار، يا واحد يا قهار، يا قوي يا عزيز. رحمك ربنا بهم رحمك، رحمك ربنا بهم رحمك. لطفا لطفا بإخواننا المسلمين يا الله. اللهم فرج عنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم،